احنا كمواطنين، انا غادي نهضر ماشي على الشخص ديالي، انا كواحد من المواطنين الناس اللي كيعيشوا في المغرب من طنجة للقوير. بون الناس دابا الساعات زادت إضافية مزيان، قرار حكومي مزيان، ولكن الوقيته الانسان السيده او الراجل اللي غادي يخرج مثلا اللي ياخذ يتقدى ولا شي حاجه، باقي الشمس باقي النهار طويل، كيخرج تيلقى الدكا كاين سادين، هاد السيده شنو غادي يدير؟ ولا هاد السيده اللي عندها مثلا خاصها مثلا واحد لا فارماسي مثلا خصو يتقدى مثلا ما يوجد الغدا لوليداتو، هذه من ناحيه ديال الدكاكين. او الثاني كاين بعض المحلات وبعض الشركات، بعض الناس اللي خدامين في بعض البلايص يعني مع الحجر الصحي سدوا، كاين اللي فقد العمل ديالو، كاين اللي بزاف ديال، حنا بغينا كنسولوا على الناس اللي هما مسؤولين بهذا البلد، ما غاديش نذكروا الصفات ديالهم او التخصص ديالهم، حنا الناس اللي مسؤولين على هذا البلد، الى اين غادي نبقاو غاديين مع هذه الطريقه هذه؟ نشوفوا شي حل، باش لان تزادت ساعه على الاقل تمدد حتى لتسعود او تسعود ونص الليل عادي يسدوا الدكاكين ويتحلوا في واحد الوقت ثاني معين، والناس اللي هما ارباب العمل حتى هما يتساعدوا مع الناس اللي خدامين راه فقدوا الامل في الحياه كاع. وهذا هو اللي كيبان ليا، وانا واحد من دوك الناس اللي كيعانيوا هاد الازمه اللي كاينه. حنا ماشي ضد القرارات الحكوميه او القرارات المسؤولين، حنا معاهم وفي الاحتراز على بلادنا وفي الصحه ديال المواطنين ديالنا وديال وليداتنا، لان حنا شعب واحد ما كيفرقنا حتى شي حاجه. ولكن حنا كنشوفوا بعض الاشياء ولات كثر دابا غريبه، يعني ما فهمناش شنو واقع في البلاد، وكنطلبوا من التفسير من المسؤولين ويتخذوا معنا شي قرارات اللي هي تكون في الصالح ديال المواطن، على الاقل هاد الساعه اللي تزادت يزيدوا واحد الساعه الحجر حتى لتسعود او تسعود ونص، غير باش الناس تخرج في العشيه، راه باقي النهار، حيت النهار دابا تيطوال الصيف هذا، الناس خصها عاد تقدا عاد تجي من العمل ديالها تشوف وليداتها شنو خصهم وشنو كاين. 8 راه باقي الشمس، لانه المغرب دابا راه حتى 8 ونص او تسعود غير تولوت، عاد غادي يكون المغرب عاد كطيح الشمس. ايوا الانسان هذيك الوقيته غير يلاه كيجي من العمل، يلاه كيدير كاسكو تيبغي يخرج يمشي يجيب يتقدا المسائل ديالو ديال الدار، وتيخرج تيلقى الدكاكين مسدودين، الحركه كتشل ما كيبقى لها خروج لا ولا انه الحجر، خص الانسان ما عنده الا ما عندوش علاش خارج ما خصوش يخرج. ايوا من هذيك الوقيته الشمس باقيه حتى الغد طلع عليه الشمس، ايوا الشمس باقيه طالعه، هو محبوس في الدار وينعس في دارو حتى الصباح تشرق الشمس عاد يخرج. حنا ولينا خدامين غير مع الشمس. انا كيف قلت في الاول، احنا مع القرارات الحكوميه، لا وزاره الداخليه ولا وزاره الصحه، احنا مع الحجر الصحي ومع المحافظه على الصحه ديال المواطنين، ولكن احنا ارتحنا خصنا واحد شويه باش نعيشوا وباش نمارسوا الحياه ديالنا عاديه. كاينه راه احنا مطبقين لها الحجر الصحي ديالها، ولكن الحجر الصحي خصو يكون مقنن شويه، خصو يكون عنده واحد الوقيت. ودابا باقا الشمس، المراه غادا تمشي تجيب درهم ديال الخميره باش تعجن ليا خبزه، ما تلقى الحانوت سد تعجنني انا. وهذا هو اللي كاين، الموضوع راه باين، راه مشروح، راه فاهم راسو، والناس الناس كتبريكو لك كتسلف من عند بعضيات. هذا هو الحياه الاجتماعيه، واحد خرجوه من الخدمه عنده حريفه، غا تيمشي يصبغ لهذا يمشي يصوب لهذا باش كيدور معاه، والاخر كل واحد وكيتبادلوا الحرف، اما هو مسكين راه جراو عليه من الخدمه راه صافي، لانه هذاك مول العمل تا هو عليه الحجر الصحي، تا هو راه كينقص الخدامه، راه ما بقى عنده باش يخلص. ايوا راه المواطن الضعيف اللي هو كيتسنى ديما ديك السويمين يشدها ولا ديك 15 اليوم ولا في الشهر، ما عنده شيء، اما اللي هو اللي مثلا عنده المتاع ديالو هذاك راه داير لو ستوك ديال 20 عام ديال الحجر ولا 30 عام ديال الحجر، واحد راه ما عندوش الحجر حتى ديال النهار. على الواقع نقولوا ان احنا المغاربه معروفين بالصراحه، احنا ماشي ضد القانون في البلاد، احنا ولاد القانون، اللي فرضته علينا الدوله مرحبا بها، تعطينا السلاح احنا موجودين نخرجوا نكافحوا على بلادنا الا هذا، ولكن المسائل اللي كتخص المواطن غير لابد خصنا نراعيوا المواطن في التوقيت ديال الحجر الصحي، خصو يتريكتيفا واحد شويه ويزيدوا واحد السويعه حتى لتسعود ولا تسعود ونص، الناس تقداو ديك الساعه ندخلوا لديورنا ما نخرجوش حتى للصباح.
الناس المسؤولين راه حنا راه قلت بما فيه الكفايه بانه الناس خصهم يراجعوا الوقت ديالهم. راه دابا 8 اللي هي الحجر الصحي راه باقا الشمس، راه باقي وقت التقضيه وباقي وقت والصيف هذا يديروا شي حاجه باش الناس المواطنين على الاقل ما يشعروش بد لانه كاين حجر صحي، وراه كاين حجر صحي وكاين كاين الغميق. راه بنادم ولا مغموق دابا ما يقدرش، حيت حنا ما كنبغيوش نخالفوا الاوامر. قال لنا ادخل دارك مع الثمانية، ولكن راه ما خصنيش نضر في الحياة ديالي، خصني نعيش، ما حد يعيش راني خصني نعيش.